ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في غزوة أحد يا أحباب كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأسه ودمي وجهه، يعني حينما شج رأسه خرج منه الدماء، فنزل الدماء على وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغسل وجهه الشريف بالدماء. وهنا الرباعية كانت مكسورة، الرباعية هي الأسنان هنا وهنا كسرت، فصار الدم يسيل بغزارة من وجه النبي صلى الله عليه وسلم ومن فمه ومن رأسه حتى تقاطر على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ يعني بعد أن حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء تساءل في نفسه: كيف سيفلح هؤلاء القوم بعد أن آذوا نبيهم وشجوا وجهه وأسالوا الدماء من وجهه وكسروا له رباعيته؟ فجاء الرد من الله: ليس لك من الأمر شيء، الأمر متعلق بأقدار الله، لعل الله يهدي هؤلاء القوم. وبالفعل سيدنا خالد بن الوليد كان في غزوة أحد وهداه الله فيما بعد، وأصبح سيف الله المسلول.